مش بر كنت مضطر أترك بلادي وأقصد مكان فيه أحلام فيه أمال فيه المنال ولم أدري بأن في الغربة أوجاع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حدثتني الهجرة أنه علي أن أنجح وأتفوق وأجتهد وأثبت وجودي في كل مكان هاجرت إليه. في أمريكا صديق لنا دكتور شريعة هو هاجر من فترة إلى مونتجمري، مقاطعة مونتجمري في تكساس. حاول أنه يعمل في مراكز إسلامية، اشتغل بقدر ما يستطيع، ثم أنشأ جامعة إسلامية هي في طبعا طور التطور، هو الدكتور رحابي محمد طبعا. لكن الجميل في حياة هذا الدكتور والذي أنجزه في هذه المقاطعة أنه من فترة اختارته الولاية من أجل أن يكون هو المرشد الروحي والاجتماعي والنفسي ل 165 ضابط من ضباط الشرطة الأمريكية، وهذه أول مرة يختار إنسان مسلم ليكون في هذا المقام وفي هذه المهمة. إذن هو عندما تكلمت معه وباركت له قال لي هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل علمائنا ومشايخنا الذين ربونا على هذا الأساس وعلمونا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنكم قادمون على إخوانكم فنظفوا رحالكم ونظفوا لباسكم حتى تكونوا كالشامة بين الناس. يعني يريدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون متميزين في كل مكان أينما ذهبنا، نحقق وجودنا، لا يعيقنا شيء